صباح الخير من تنزانيا. عاوز اوريكم الشوارع هنا في تنزانيا عامله ازاي. تحس ان احنا قاعدين مثلا في قريه او قاعدين في منطقه كده يعني ايه من الثمانينات في مصر. الناس هنا طيبين جدا بصراحه. الجو هنا حاليا يعني درجه حراره حوالي 20 درجه. بالنهار بتبقى 25 بتبقى حر شويه بس الجو الى حد ما كويس. ده الفندق اللي احنا قاعدين فيه. هو المكان من بره شكله مش قد كده بس من جوه الفندق جميل بصراحه. الفندق شكله حلو. انا كده بدخل الفندق فيه المحلات ممكن تشتري سوفينيرز او ده بس الحاجات دي كبيره قوي يعني صعب ان احنا نشتري اللوحات دي وناخدها معانا. دي العربيات اللي احنا عملنا بيها سفاري امبارح. احنا امبارح عملنا سفاري وبعد كده جينا بيتنا هنا في كامب جنب السفاري على طول جنب الناشونال بارك. ده شكل الغرف بتاعت الفندق شكلها حلو جميل ومن جوه الغرف الستايل بتاعها كله ستايل افريقي معمول عليها رسومات حيوانات زرافه وفيل وحاجات جميله زي دي. ده المفروض الريسبشن بتاع الفندق. هنا برضو في اوبشن تاني ممكن تاخد خيم زي دي كده. ممكن تاخد خيم زي دي وتبيت فيها بالليل بس احنا فضلنا ناخد الغرف افضل يعني ان الغرف بيكون فيها حمام وبتكون غرف في سرير وعاملين ناموسيه على السرير برضو شكلها حلو. دول السواقين بتوعنا. جامبو دي برضو خيام موجوده. ده المطعم المفروض احنا بنجهز دلوقتي عشان نفطر بس هو الفطار لسه ما جهزش. الفندق من جوه يعني حلو جميل يعني. امبارح قعدنا سهرانين هنا لحد الساعه 2:30 بالليل. هنا حاجات كده. لا لا بشبشب مفتاح معاك؟ دي الغرفه بتاعتي خدتها على في الدور الارضي عشان تبقى انت واخد الفيو بتاع الجاردن. هنا كده تطلع فوق للدور اللي فوق. هوريكم كمان حمام السباحه. في هنا كده حمام سباحه بس هو اصلا يعني يعتبر المفروض مش شغال. هو منظر يعني حلو اي لايك ات. هوريكم الغرفه من جوه. يلا نشوف الغرفه. المفتاح برضه شكله لذيذ جدا. المفتاح معمول شكل غزاله. هنا عاملين بقى يعني ناموسيه في كل مكان. ده السرير نفسه هو متلعبك شويه عشان احنا كنا نايمين امبارح. جميل جدا بقى الناموسيه دي. وفي الحيوانات الموجوده على والناموسيه طبعا عشان الناموس. في تلفزيون كده بدائي قديم جدا. هنا دي بيوريك الفيو اللي بره. منظر جميل جدا. هنا باب تاني لو عاوز تخرج على الحديقه اللي بره. ده الحمام. كبار قوي. ده شوف ده دسم ملحم كده تحس ان هو شبعان. ايوه
بجد قوي. احنا عندنا واحد احنا ليه ما جبناهوش؟ يلا يا خلاص يا رايق، انت يا رايق رايق فعلا. بتتمشى في الطل يا كتكوتة. كان يكون ذا فرونت كويكلي كويكلي. انت طلعت مفيد اهو، انت شغال اهو. خلاص بدا يفهم. ايه ده ايه ده؟ تعالي تعالي استنى. ويت بس يا عمي ايضا تعالي. هو طلعت طلعت بيتك. انت شكلها حلوه بس ما عرفتش اجيبها. انا جبتها فيديو. Can you go back? Let me pull a little bit. Okay. You can see. احنا وصلنا ازاي؟ تعملوا ايه؟ انتوا على قريب اهو. اوكي. Wait. لا وقفت جنب الشجرة بالظبط. تسلم. راحت فين؟ وقفت ليه؟ هي واقفة جنب الشجرة وهم. انا مش عارفة ايه حكايتهم. حد يصوت، حد يصوت يا جماعة عشان تطلع. اعمل صوت كده. لا لا قال لك ما ينفعش. هتمشي ويت ها؟ تعالي يا جماعة. مش هتدلع ازاي؟ ما بقول رايق يا حتة. تطلعي قدامي هي مستنيانا. طب اطلعي قدامي شوية. بص علينا ازاي؟ But this small one. بتجري حلوة قوي. صغيرة. How do you know؟ كلها كفيمير. You can see the color. اه اوكي. تقريبا انتوا كلكم فاتحين فيديو عينيهم مستنيينها وهي واقفه بتبص علينا. في الفيديو حد هتطلع. كان موف ليتل باد. معاك طوب مزقله عليها. بولي بولي ها؟ ها ايوه بولي بولي. كمان كمان بس ويت بص عليها. ممكن بص عليها. بص عليها بص عليها بص عليها بس. الزبرة قرب جدا اهو. بس رايحين نلعبوا مع بعض. ايوه ايوه حركها. انت جاي هنا تعملي ايه؟ وراكم ايه يا جماعه؟ استنوا له وقفتها كده ثابته وتصوروا سيلفي معاه. يا زهره. جبتوا هو بيجري يا جماعه. جبتوا هو بيجري جميل قوي. بصي بصي عينه. ما تصورش ايه؟ مين انا؟ ما شفتهم. ايوه البصة في عيون كتير تحس انت كمان عينك جبت عينك بينزل تحت. عبدو انا هي بتقفل صورني معاهم. طب ما تيجي ورا.